قافلة الكان تدرك ختام جولتها الأولى، وحامل اللقب يستهل رحلة الدفاع عن التاج الإفريقي بمواجهة منتخب غينيا بيساو، في مواجهة تعد بكامل التفاصيل الممتعة في عالم كرة القدم. منتخب الكاميرون أو الأسود الجموحة التي تأبى الترويض في أحرش القارة السمراء، تبدو كفته الأرجح للظفر بالثلاثة أمام منافس يتطلع لإحراج بطل القارة السمراء والإعلان عن نفسه طرفاً مهماً في معادلة إثبات الذات. كتيبة الأسود التي يقودها هولندي عالمي يدعى كليرنس سيدورف تستهل المحفل الإفريقي كعادتها على وقع المتاعب المالية التي ضربتها قبل انطلاق البطولة على أرض الفراعنة، لكنها ورغم ذلك عودتنا في كل طبعة على نسيان متاعبها والظهور بوجه يليق بسمعة وتاريخ وحجم منتخب اسمه الكاميرون. الجولة ذاتها تقترح علينا مباراة قوية أخرى ستضع منتخب غانا في صدام قوي أمام بنين، مواجهة تستهدف خلالها كتيبة البلاك ستارز تجنب أي مفاجأة قد تعيق مسارها في بلوغ الدور الثاني، بينما المنافس فهو منتخب لم ينهزم في آخر ثلاث مواجهات خاضها قبل انطلاق الكان. قوة، ندية، إثارة، كل هذا وأشياء أخرى تعيدنا بها مباراة المجموعة السادسة في انتظار ما ستسفر عنه حقيقة الميدان.